اتكلمنا قبل كده عن الشخصيات وهي بتتعامل مع بعض، اتكلمنا عن القيادي اما بيعامل بقية الشخصيات، والتحليلي اما بيعامل بقية الشخصيات، والودود اما بيتعامل مع باقي الشخصيات. المرة دي هنتكلم عن التعبيري اما بيتعامل مع انماط الشخصيات الاخرى. اول حاجة، اما التعبيري بيتعامل مع القيادي. التعبيري اوقات كتير بيعجب بالقيادي وباتخاذ القرار السريع الصح بعد التفكير، بس بيتعب من القيادي لو القيادي ديكتاتور، بيتعب جدا وبيوصل لدرجة العناد واستفزاز القيادي لو القيادي ده بيحاول يجبره انه يعمل حاجة هو مش عايزها، او يفرض سيطرته عليه، او اللي خليه يعمل حاجات هو شايفها اكتر من اللي المفروض يعمله. وبيشوف دايما، التعبيري دايما بيشوف القيادي انه مش مجامل ومشاعره واقفة ومش بيعرف يزوق الكلام، فبيتخنق منه جدا. التعبيري بيزهق قوي من القيادي لو حس ان القيادي عايز يتحكم فيه وبيأيد حريته وبيتأمر عليه او يتأمر عليه او يخليه يعمل اللي مش عايزه او حتى اللي عايزه بس في وقت مش عايزه. بيتعبه قوي ويضغط عليه نفسيا جدا ان القيادي يقعد يدي اوامر ويديله اطار يمشي جواه، لان ان التعبيري ما بيحبش القيود، بيكره القيود. التعبيري كمان بيحس دايما ان القيادي ما بيراعيش مشاعر حد، ما بيهتمش الا باهدافه وازاي يوصل لها وايه الخطوات اللي يعملها عشان يوصل لاهدافه الشخصيه، لانه ما بيهموش غير نفسه. لو التعبيري ده متدرب ازاي يتعامل مع القيادي بيعرف يقنعه كويس، بس لازم يبقى برضه متدرب كويس قوي. وهنا القيادي بيقتنع براي التعبيري، لان التعبيري في ميزه للقيادي انه سريع وبيقبل التغيير بسهوله. التعبيري اوقات بيستشير القيادي عشان مش عشان ياخد رايه، مش عشان يعمل اللي القيادي هيقوله، بيستشير القيادي عشان يتاكد ان وجهه نظره سليمه في موضوع معين، وبياخد من القيادي الحماس وبيدي للقيادي الحماس والتحفيز. التعبيري ممكن يحتوي القيادي ويبقى سنده العاطفي لو في بينهم مشاعر. التعبيري لازم اما يتعامل مع القيادي يبقى محدد ويحاول يبقى منضبط إلى حد ما في تعاملاته وفي طريقة التعامل الرسمي، وما يدخلش المشاعر في الشغل عشان يقدر يرضي. التعبيري ده أما بيجي يتعامل مع الشخص التحليلي، التعامل بينهم في كثير من الأحيان بيبقى صعب، ونقدر نقول صعب جدا، لأنهم طريقة تفكيرهم مختلفة تماما، عكس عكاس. ده سريع وما بيفكرش قبل ما يتصرف، وده بطيء وعايز كل تفصيلة يفكر فيها قبل ما حتى يطلع الرأي اللي هيقوله. دايما وجودهم في فريق بيبقى مربح للمكان الشغل، بس مسيء ليهم هم شخصيا، ان دايما في خلافات ومتكررة، واوقات بتبقى نفس الخلاف بيتكرر كل يوم ويمكن كل يوم اكتر من مرة. النجاح في العلاقات الانسانية بينهم لازم يكون فيه مشاعر متبادلة او حب متبادل بينهم عشان واحد منهم يقدر يتحمل الاخر. التعبير بيحس ان التحليلي منغلق على ذاته، مهتم بنفسه بس، مش بيحس ومش بيشعر باللي حواليه. التعبيري بيتضايق جدا من التحليلي، لانه على طول التعبيري شايف ان التحليلي ما بيهتمش غير ان هو اللي يبقى صح وكل الناس اللي حواليه غلط، وان التحليلي مش مرن وما بيحبش التغيير، والتغيير بالنسبه له لازم يبقى مدروس، فبيخنقه جدا عشان التعبيري متغير على طول، بيحب الكفاءه بس المتغيره، بيحب يعمل الشغل بس ما بيحبش يعمله بنمط واحد وبطريقه واحده. بس زي ما قلنا، لو وجدت عاطفة شخصية بينهم هما الاثنين، ممكن يحصل انسجام، ان التعبيري يبقى السند العاطفي والصدر الحنين للتحليل. التحليلي على طول نظراته للتعبيري انه غلط، التعبيري دايما متحفز انه يرد وردود سخيفة على التحليلي عشان حاسس على طول انه مش قابله، مش متقبله، على انه شايف انه غلط، وعشان كده ما بيقبلش منه كلام. التعبيري بيبقى صعب عليه انه يقنع التحليلي، عشان ما بيقدرش يدخل في التفاصيل بالمنطق اللي التحليلي عايزه. التحليلي دايما بيخنق التعبيري في حاجه صغيره قوي، اللي هي القوانين والانضباط. التحليلي منضبط جدا، والتعبيري بيحب الحريه وما بيحبش القيود. اما يبقى في علاقه عاطفيه، قلنا ان في واحد منهم بيتحمل الاخر، بس ده ما يمنعش ان بيحصل اختلافات دايما. اما التعبيري بيتعامل مع الودود، بيحصل ايه؟ التعبيري بيحب الودود جدا في التعامل معه، لان الودود بيسمع، الودود بيحتوي، الودود بيسيبه يعمل اللي هو عايزه، وبيستحمله في التغييرات وفي الانطلاق اللي هو عايز يعمله. التعبيري بيتخنق من الودود انه متردد، وانه بيتاثر بكلام الناس،
الناس وانه يكلمه، بعدين اما الودود يكلم حد تاني الودود يغير وجهة نظره. التعبيري بيتخنق جدا من الحتة دي، التعبيري بيتضايق جدا برضه من الودود في حاجة، ان التعبيري على طول عايز يحسن من نفسه وعايز يطور من نفسه وعايز يتقدم وعايز يتحرك وعايز يفكر، والودود راضي بالامر الواقع قابل الحياة زي ما هي، ما بيدورش على تغيير او ما بيدورش على تطوير. بس الودود ما يستطيع انه يبقى السند النفسي للتعبيري، عشان التعبيري اما بيحب يتكلم بيلاقي الودود هو اللي يسمعه، ان التعبيري بيحب يتكلم كتير والودود ما عندوش ادنى مشكلة انه يسمع ويسمع للاخر ويحتوي وكمان يحس باللي حواليه. وكمان الودود التعبيري بيبقى سند جامد جدا للودود، عشان التعبيري بيحب يحل مشاكل الناس، فلو الودود عنده مشكلة التعبيري هو السند المثالي ليه عشان يحل له مشكلته، انه هيقدر يسمعه وهيقدر يتكلم معاه وهيقدر يقنعه وهيقدر معاه يلاقي حل للمشكله. التعبيري اما يتعامل مع التعبيري اللي زيه بتبقى علاقه سهله وبسيطه وحلوه ومنفتحه الى ابعد الحدود، بيعملوا انجازات حلوه جدا بدون ما يخططوا وبدون ما يفكروا قبل ما يتعاملوا مع بعض، ما بيحسوش انهم غلطانين، حتى لو هما بيتكلموا بيقطعوا بعض بيحصل الموضوع ده، بس ما بيتضايقوش من بعض، بيبقوا مبسوطين من طريقة المعاملة دي، بيحسوا بمتعة غريبة في التعامل مع بعض، ان هما الاثنين ما عندهمش قيود وما بيحبوش يبقوا مقيدين وما بيحبوش النظام. لو اتوجدوا في شغل مع بعض ممكن الشغل ده يطول، ان هما الاثنين ممكن يخرجوا من موضوع الشغل الى موضوع شخصي وينسوا المهمة اللي مفروض يأدوها في الوقت المحدد. من الصعب ان تعرف تقنع التعبيري الا لو كنت تعبيري زيه. بكده نبقى وصلنا لطريقة لنهاية طريقة التعامل بين الأنماط الشخصية ببعض.